السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج Insights into Research and Publication in the IIUM عبر أثير إذاعة IIUM FM. حلقتنا اليوم بعنوان Translation Studies, Challenges and Opportunities, دراسات الترجمة, التحديات والفرص. اللغة وعاء الفكر, والفكر عنوان الأمم, ولكي تبحر في عباب الفكر جامعا ما حوته بحاره من لآلئ فلابد لك من سفينة اللغة. وضيفنا اليوم هو ربان ماهر, قد قاد تلكم السفينة بين العربية والإنجليزية والملوية, فتنوعت أبحاثه عن دراسات الترجمة بين الأدب والدين والعلم في رحلة لا زالت تعد بالمزيد والمزيد من خبايا هذا العلم الذي لا يزال كما يصفه ضيفنا بكرا وأرضا خصبة تنتظر أجيالا من الباحثين يغرسون فيها فسيلة الشغف لتثمر الحضارة. ضيفنا اليوم أستاذ دكتور مجدي حاج إبراهيم, نائب عميد كلية علوم الوحي والعلوم الإنسانية بالجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا. مرحبا دكتور مجدي. أهلا وسهلا بكم, كيف الحال؟ الحمد لله, الحمد لله. نورتنا النهاردة. النور نوركم. أكرمكم الله. مستمعينا الأعزاء, انتظرونا في هذه الحلقة الشيقة مع دكتور مجدي وتحديات وفرص دراسات الترجمة وعلوم اللغة التطبيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأعزاء ومع إذاعتكم إذاعة IIUM.FM, وضيفنا اليوم دكتور مجدي حاج إبراهيم, نائب عميد كلية علوم الوحي والدراسات والعلوم الإنسانية بالجامعة الإسلامية بماليزيا. دكتور مجدي, وعلم اللغة التطبيقي ودراسات الترجمة رحلة ليست بالقصيرة, فما هي أبرز محطتها؟ والله يا هبة, سألت سؤالين كبيرين, وكل سؤال يحتاج إلى فصلا دراسيا للإجابة عليه. الأسئلة الكبيرة للرجال الكبار. نعم, لكن لو تحدثنا عن دراسات الترجمة, المصطلح قد يبدو جديدا وغريبا لكثير من الناس, خاصة الذين لم يدخلوا غمار الترجمة. لكن دراسات الترجمة من المسمى هي تدرس الترجمة, لكن لماذا ندرس الترجمة ولماذا ندرسها الآن؟ يعني من مصطلح الترجمة, الترجمة هذه تحمل معنيين. هي الترجمة النتاج, نقول مثلا هذه ترجمة جيدة, يعني هذا كتاب مترجم جيد, فالترجمة تحمل معنى النتاج. وأيضا الترجمة تحمل عملية الترجمة, فنقول أخذت ترجمة الكتاب مني وقتا, العملية. فعندنا الآن عملية ونتاج. طبعا كما نعلم الترجمة هذه قديمة قدم الحضارات, يعني الترجمة ظهرت مع ظهور الكتابة. متى ظهرت الكتابة لا أحد يعرف, لكن قيل أن الكتابة بدأت قبل 6000 سنة. وطالما أن هناك كتابة إذن هناك ترجمة, فتاريخ الترجمة تاريخ طويل جدا. ولكن الغريب أننا بدأنا دراسة الترجمة الآن. لماذا؟ لأن القدماء كانوا يهتمون بالنتاج ولم يركزوا كثيرا على العملية. يعني فقط أعطيكم مثالا, الحضارة الإسلامية العظيمة. الحضارة الإسلامية بدأت في العصر العباسي, وعندما نتحدث عن الترجمة نستذكر مباشرة دار الحكمة التي أنشأها المأمون. هذه الدار لو كنا نتخيلها, هذه الدار هي عبارة عن مجمع معرفي عظيم, يعني هو يضم مكتبة. لكن تخيلوا في هذه الدار هناك مرصد فلكي. أنا لا أتحدث عن دار, أنا أتحدث عن هيئة, عن منظمة علمية. وهذه المنظمة ترجمت كتبا كثيرة, ومترجمون جاءوا من أماكن مختلفة وترجموا من لغات, من الهندية, من السريانية, من اليونانية, ترجموا أشياء كثيرة. هناك نتاج, لكن العملية من تحدث عنها؟ لم يتحدث عنها أحد. الذي تحدث عن عملية الترجمة, أول من تحدث عن العملية هو الجاحظ, جاء متأخرا. والجاحظ كما نعلم لم يكن مترجما,
الجاحظ كان يعرف لغة واحدة وهي اللغة العربية. كان كاتبا. فالذي تحدث عن الترجمة أو الذي حاول أن يسلط الضوء على عملية الترجمة عالم، باحث، كاتب، لكن لم يكن مترجما. وما الذي قاله؟ قال معلومات أولية في صفحات قليلة، في 4-5 صفحات، جاء بعده الصفدي وهكذا. فالاهتمام بدراسة عملية الترجمة، هذه الدراسة جاءت متأخرة. والذي قاله وردده من جاء قبله وبعده أن الترجمة عندنا نوعان أو 3 أنواع: الترجمة الحرفية، الترجمة المعنوية، الترجمة التفسيرية. والدراسات كلها تحوم حول هذه، أنا أسميها الدائرة المفرغة، هي حلقة لا نهاية لها، ندور وندور، ويأتي من يقول الترجمة الحرفية أفضل، الترجمة المعنوية أفضل. ظلت عملية الترجمة أو نظرية الترجمة حبيس فكر ضيق جدا. إذن دراسات الترجمة هذه متى بدأت وما الذي حدث؟ مع ظهور اللغويات، علم اللغة، تغيرت أشياء كثيرة. يعني نقول حتى القرن 18 دراسة الترجمة كانت منحصرة فقط في، نقول، في أسلوب الترجمة النحوية، وهي أو هذا المنهج هو الذي كان يعني باستخدام الترجمة لتدريس اللغات الأخرى، وهذا المنهج الذي نسميه منهج النحو والترجمة. والدراسات الحديثة في تعليم اللغات ترفض الآن هذا المنهج قلبا وقالبا. هذا المنهج يعني كيف أتعلم مثلا اللغة الإنجليزية، نقول هكذا: تشي كرسي، رجل مان، حليب ميلك. طيب كيف نقول مثلا أنا أريد أن أذهب إلى المدرسة؟ I go to school. لكن في النهاية لا أحد يتعلم لغة جديدة. هذا المنهج يناسب مناهج، نقول، الحلقات المدارس أو الزوايا الكتاتيب التي كانت فقط تركز على تعليم اللغة من أجل القراءة وليس من أجل التواصل والمحادثة. إذن ما هي أهم المحطات التي مر بها البروفيسور مجدي حتى وصل إلى هذه المرحلة في الدراسات الترجمة؟ طبعا حتى نصل إلى مفهوم دراسات الترجمة نحتاج إلى بعض الوقت. حتى الآن الترجمة عبارة عن نتاج أكثر من كونها عملية. ظهرت اللغويات، وهذه اللغويات فتحت آفاق واسعة لدراسة الترجمة، ولكن من المدخل اللغوي. فظهرت موضوعات غريبة وهي استحالة الترجمة. جاء بعض اللغويين أمثال مثلا بلومفيلد، قالوا الترجمة هذه عملية غير شرعية، لأنني أتحدث عن نقل المعنى والمعنى غير قابل للنقل. فدخلنا في فلسفة لغوية أخرجتنا بعيدا. حتى ظهر عالم شاب صغير اسمه جيمس هولمز، هو الذي جاء بهذه الفكرة. قالوا انتظروا، نحن نحتاج أن ندرس هذه الظاهرة. الترجمة ليست فقط مترجم، أو ليست فقط عبارة عن ماذا نقول عن 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 مؤلف نريد أن نترجمه. هناك ظاهرة، هذه الظاهرة تحيط بها جوانب متعددة. هناك دراسات كثيرة متعلقة بالترجمة. يجب أن ندرس كل ما يمت للترجمة بصلة، وعندها نستطيع أن نفهم ما معنى ترجمة. فأي شيء له علاقة بالترجمة هذا يجب أن يحظى بالدراسة والاهتمام. مثل ماذا؟ نقول مثلا علم اللغة. ثم عندنا مثلا الآن، طالما أننا في اللغة، أنا لا أترجم لغة، أنا أترجم ثقافة، فنريد أن ننظر في الثقافات، ترجم معنى. الآن عندنا دلالة، وعندما نتحدث عن اللغة عندي نحو والصرف، وعندي أصوات، وأيضا عندنا الاجتماع، ما الذي يريده المجتمع. ثم نأتي إلى الأمور التطبيقية. الآن لدينا الترجمة الآلية، كيف أدخلنا هذه التقنيات الحديثة في دراسة الترجمة. الترجمة ليست فقط ترجمة، هناك تعليم الترجمة، هناك نقد الترجمة. هل هذه الترجمة جيدة؟ كيف نصحح هذه الترجمة؟ كيف ننشر هذا الوعي؟ أشياء كثيرة.
فالآن أنا لست أمام دراسة واحدة، لذلك ظهر هذا المسمى دراسات الترجمة، وهي دراسة الظاهرة وكل ما يحيط بظاهرة الترجمة من معارف وعلوم. طيب الآن السؤال الذي طرحتيه يا علا هو عن محطات حركة الشخصية معنا. نعم. كيف بدأت مع الترجمة؟ والله حقيقة أنا دخلت الترجمة خطأ، ولا أدري يعني هل أقول ذلك أم لا. أنا كانت اهتماماتي في السابق كانت مغايرة، اهتماماتي كانت في العلوم، لكن لظروف ما قررت أن أدرس اللغة العربية، ربما لأنني أعرفها جيدا وأعتقد أنني يمكن أن أتميز فيها. فكان لدي خياران، أن أختار الأدب أو أن أختار اللغة. حقيقة ميولي أدبية أكثر، أحب الأدب، يعني أعشق الأدب، ولكن كان عندي خياران أيضا، يعني خيرت في ذلك الوقت إن ذهبت للأدب فيجب أن أسافر إلى دولة عربية، وإن درست اللغة فهناك مجال أن أذهب إلى أوروبا. ففي النهاية يعني غيرت أمور كثيرة في حياتي، لكن الحمد لله استطعت أن أثبت نفسي، وأهم شيء يعني أن نجد هذا القاسم المشترك الرابط الذي يربطنا بالعلوم التي ندرسها. يجب أن يكون هناك حب وشغف حتى يدوم هذا التواصل. عموما العلاقة قوية بين الأدب واللغة ودراسات اللغة ودراسات الترجمة من حيث التخصص، لا يعني حتى لا نستطيع أن نقول هذا متخصص في الأدب واللغة، يجب أن تختار، أن تختار بين اللغة والأدب. ولكن طبعا معرفة الجانبين هذا يضيف للأستاذ والمتخصص، يعطيه امتيازات إضافية، ثراء ممكن أكيد، وكلما توسعت المعرفة زاد الثراء. أعزائي المستمعين، نتوقف مع فاصل قصير ونعود إليكم. الاقتباسات القرآنية في شعر أحمد مطر، رواية الشيخ والبحر، العديد من الأبحاث والمشروعات التي أشرف عليها دكتور مجدي حاج إبراهيم. نعود معكم مستمعين الأعزاء في على أثير IIUM.FM، ونقاشنا مستمر مع دكتور مجدي حول علوم اللغة التطبيقية ودراسات الترجمة. والآن نسأله عن هذا الشغف، الأدب، القرآن، العلوم، مساحات مختلفة اهتمت بها دراسات الترجمة وأسهمت في ذلك بعملك شخصيا مثل هذه العناوين التي أشرنا إليها في أبحاثك. حدثنا عنها، حدثنا عن التحديات المختلفة في هذه المساحات، وما الذي يميز كل مساحة عن الأخرى. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أيضا ما شاء الله سؤال واسع وجميل حقيقة، يعني أرجو أن أمنح الوقت الكافي. تفضل خذ راحتك. على الأقل للتعرض إلى بعض جوانب هذا السؤال. طبعا نتحدث أولا عن الناتج. أنا عندما أتحدث عن ترجمة القرآن هذا نسميه ترجمة النص الديني، عندما أتحدث عن ترجمة الأدب هذا نسميه ترجمة الأدب، عندما أتحدث عن ترجمة العلوم، الفيزياء، الرياضيات، الكيمياء، هذه تحت ترجمة العلوم. ما المطلوب أولا قبل أن نتحدث عن مناقشة نقد هذه الترجمات؟ الذي نحتاجه حقيقة هو أن نراعي التناسب، يجب أن لا يطغى جانب على آخر. نحتاج بدون أدنى شك إلى ترجمة القرآن أو إلى الترجمة الدينية، يعني هذه تنمي الروح، الدين، العقيدة، تربط الإنسان بدينه، بحياته، بواقعه. ترجمة العلوم نحتاج إلى ذلك من أجل التقدم والتطور ومواكبة المستجدات العلمية الحديثة. ترجمة الأدب هذه مهمة، هذه لبناء الإنسان، لبناء الإنسان. طبعا الإنسان عبارة عن جوانب متعددة، يجب أن تتكامل هذه الجوانب ليرتقي هذا الإنسان. فالمطلوب هو التناسب. الذي يحدث الآن خاصة في البلاد المتأخرة
وأنا لا أحب هذا المسمى، ولكن الذي يحدث هو نجد ليس هناك اهتمام شامل، نجد هناك تركيز مفرط أو مفرط في ترجمة الأعمال الأدبية، وإهمال مثلا لترجمة العلوم. نأتي للنصوص الدينية، ماذا نترجم؟ فكما قلت قبل قليل، قبل أن نتحدث عن نقد هذه الترجمات، نريد أن نحقق هذا التوازن، التوازن العلمي المعرفي الفكري، ويجب أن لا نهمل جانبا من جوانب نمو وتطور الإنسان. نبدأ مثلا ونتحدث عن ترجمة القرآن. القرآن هذه القرآن طبعا كتاب الله، وخاصة للمجتمعات غير العربية التي دخلت الإسلام، أول شيء فكرت فيه هو ترجمة القرآن. يعني كيف أكون مسلما ولا أفهم كلام ربي؟ طيب كيف ننقل هذا الكلام؟ ما هو المنهج؟ طيب ماذا قال المسلمون عن هذا الأمر؟ حقيقة عندي أبحاث كثيرة تصب في هذا الجانب، الفكرة الترجمي في ترجمة القرآن، ما الذي يميز القرآن عن بقية النصوص الدينية. طبعا لو أردنا أن نتحدث هكذا بشكل علمي، طالما أننا نتحدث عن ترجمة نص ديني، فهناك نصوص دينية أخرى، عندنا النص الإنجيلي، كتاب المسيحيين، عندنا كتاب التوراة، كتاب اليهود، وعندنا كتاب القرآن، وكل نص يدعي أصحابه أنه نص ديني. فما الذي يميز القرآن؟ وماذا قال علماء الإسلام عن القرآن؟ لو أردنا أن نلخص القرآن باختصار، نقول هناك اختلاف. هل تعلمون أن هناك علماء حرموا ترجمة القرآن؟ ومجموعة كبيرة وعلماء كبار لدرجة التحريم. التحريم، لكن هذا التحريم ما أساسه؟ حتى نفهم التحريم يجب أن ندرس الخلفيات الحيثيات، لماذا وصلوا إلى هذا الحكم. قالوا بتحريم القرآن لأنهم فهموا أن الترجمة عبارة عن خلق مكافئ للقرآن الكريم، بمعنى أننا سننتهي في نهاية المطاف إلى ترجمة تعادل النص القرآني، فقالوا لو نتحدث من هذا المنطلق إذن هذه الترجمة حرام، وهم معذورون في ذلك. فقد حدث في تاريخ الأمة الإسلامية، يعني مثلا في تركيا في أيام كمال أتاتورك، عندما أراد أن يدعو للقومية التركية وأن ينادي إلى العودة إلى اللغة التركية، قال لا نحتاج إلى القرآن العربي، نستطيع أن نترجم القرآن إلى اللغة التركية ونحصل على قرآن مماثل ومشابه. ثلاث محاولات جادة تركية في عهد أتاتورك لترجمة القرآن إلى اللغة التركية واعتمادها بديلا عن القرآن. طبعا هذه المحاولات كلها فشلت. لكن عندما ننظر إلى نصوص أخرى، لو ذهبنا إلى الإنجيل، الفكر يختلف تماما. في الإنجيل عندنا فكر مخالف، وهو أن ترجمة الإنجيل إنجيل مقدس في حد ذاته، لذلك لا نجد في أي إنجيل عبارة ترجمة. كل الأناجيل الموجودة عندنا الآن في أي لغة هي إنجيل. وأناجيل مقدسة تتساوى قدسيتها مع بقية الأناجيل. طيب لماذا نهجوا هذا المنهج؟ لأن الإنجيل الأصلي ضائع وغائب، فكيف يعالجون هذه المشكلة؟ عالجوها بأن قالوا كل الأناجيل مقدسة وليس هناك ترجمة، هذا كلام الله هو يوحيه إلى عباده إلى المترجمين، فكلام الله قد تختلف كلماته، قد تختلف أساليبه، قد تختلف معانيه، لكنها كلها تأتي من الروح القدس، حتى لو كان هذا الاختلاف اختلاف بائن. لهذا ظهر مصطلح مثل مصطلح ترجمة معاني القرآن وليس ترجمة القرآن كحل هذه الإشكالية؟ لا نجد ترجمة للقرآن تحمل مسمى القرآن الكريم. هذا الاسم فقط وخاص للقرآن العربي الأصيل الذي أوحي إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبقية
الترجمات هي لا تعدو أن تكون تفاسير. تأويل يعني معاني. تفاسير. نعم. أنا أقول ترجمات معاني تفسير. المهم أن لا نقول القرآن الكريم. وطالما أن هذه ترجمات لمعاني وطالما أنها تفاسير إذن ليس لدينا ترجمة مقدسة. كل ترجمة تقبل النقد. النقد وتخضع للنقد ويمكن أن نأخذ منها وأن نرد. لذلك هذا الأمر يعطينا مساحة. فأنا عندما أبحث يسهل علي أن أقبل وأرد، لكن أحاول أن أتبع منهجا علميا معتمدا حتى يظهر كلامي يعني في صورة علمية. ومن ثم ظهرت مساحة لدراسات أبحاث ترجمات معاني القرآن الكريم. يعني ما أبرز ملامح هذه الدراسات؟ ما أبرز الإشكاليات التي تناقشها؟ عندنا جوانب كثيرة. عندنا الإطار النظري وعندنا الإطار التشريعي، وهذا الآن أستطيع أن أقول أنه قتل بحثا، هذا الأمر الآن انتهى. ومن يتحدث عن حكم ترجمة القرآن في هذا الزمن إنما يعيد ويكرر قول العلماء الذين سبقوه، فلا جديد فيه. الجديد هو في نقد الترجمة، وهذا الآن يفتح للطلاب آفاق بحثية، آفاق معرفية واسعة لا حد لها. يعني مثلا لو أردنا أن ندرس مثلا جوانب نحوية وصرفية، لو أردنا أن نتحدث مثلا عن اسم الفاعل، أتحدث عن الجملة الخبرية، أتحدث مثلا عن الأساليب، عن حروف الجر، لن نجد حقيقة مساحات بحثية لهذه الموضوعات. لو أنا درست هذه الموضوعات دراسات مستقلة أو دراسات نحوية قد لا أضيف شيئا، وقد يصعب علي حتى أن أحصل على موافقة باعتماد هذه الدراسات بوصفها دراسات لرسائل ماجستير أو دكتوراه. لكن الأمر يتغير فقط لو أدخلنا كلمة ترجمة. لو أردنا أن نتحدث عن مثلا حروف الجر، عن الظواهر اللغوية، عن الحذف، عن المحسنات البديعية، عن الموضوعات البلاغية، عن التشبيه، الجناس، الكناية، هذه كلها موضوعات حية ويمكن أن تدرس ويمكن أن يبحث فيها الطلاب. نتحدث مثلا نقول عن الحذف في القرآن الكريم، ننظر القرآن الكريم يشتمل على يعني محذوفات كثيرة جدا، وهذا الموضوع ظهر بداية حقيقة يعني مع القرآن الكريم. المحذوفات بمعنى يعني نوع من مظاهر البلاغة أن يتم اختصار اللغة أو حذف بعض الكلمات. نعم هي ظاهرة لغوية مفهوم. يعني أنا عندما أقول لك مثلا حرمت عليكم أمهاتكم، كيف أمي حرام؟ يعني هل أمي حرام؟ هل التحريم تحريم كلي؟ هل حرام أن أتكلم معها، أن أكلمها، أن أحضنها، أن أقبلها؟ هو التحريم فقط في زواج الأم، فمفهوم ضمنيا. فهناك كلمة محذوفة، هو ليس حرمت الأم من أجل كونها أما، التحريم هنا حرم عليكم زواج الأم. لقد أخبرتنا تون دكتور مجدي أن ترجمة الآداب قد أشبعت بحثا. الآداب أنا ما قلت ذلك. الأدب؟ نعم ترجمة الآداب. لا بعض جوانب الدراسات القرآنية يعني. نعم أريد أن تحدثنا أكثر عن الجوانب التي تنقص ترجمة الآداب. ترجمة الترجمة الأدبية. نعم. الأدبية. هي مساحة نعم. أخرى يعني. هذا على موضوع إشكاليات. أنا حتى لم أدخل ولم ألمس ولم أناقش. نفتح هذا الموضوع. نعم. طيب. يعني الحقيقة أن الجزء الخاص بالدراسات القرآنية يبدو شيقا للغاية، وحضرتك نعم. فتحت فيه مساحات جديدة. لكن أيضا مساحات الترجمات الأدبية حولها الكثير من الإشكاليات. العمل الأدبي هو عمل إبداعي مستقل في حد ذاته. نعم. كيف يمكن أن أنقل كل هذا الزخم من المعاني والمشاعر والتجربة الإنسانية بلغة أخرى؟ نعم. وخاصة ما يحتوي من موسيقى وتفاعلات خاصة باللغة وخاصة بموضوع العمل نفسه. صحيح. طيب نبدأ أولا مثلا نقول الأدب العربي ينقسم إلى قسمين، هناك شقان للأدب، الشعر والنثر. نبدأ بالشعر. ديوان العرب، أسألكم سؤالا، هل نستطيع أن نترجم الشعر؟ أو هل الشعر
قابل للترجمة؟ هذه قضية كبيرة ناقشها العلماء. طبعا بدون حتى أن نناقش نقول ترجمة الشعر عملية مستحيلة، لأننا عندما نتحدث عن الشعر أنا لا أتحدث عن معاني، أنا أتحدث عن معاني، أتحدث عن مفردات، أتحدث عن موسيقى، أتحدث عن أوزان، أتحدث عن قوافي، أتحدث عن بحور. هذه البحور العربية، بحور الشعر العربية، هي ظاهرة خاصة جدا باللغة العربية، وبقية اللغات لا تعرفها. فكيف أترجم بحرا أو موسيقى، موسيقى خاصة للغة لا تعرف هذا النوع من الموسيقى؟ والموسيقى ركن أساس، ركن أصيل في الشعر. لذلك قال البعض أن ترجمة الشعر عبارة عن تأليف شعر جديد. طبعا لو قلنا أن ترجمة الشعر هي مستحيلة نعود ونقول الواقع يكذب ذلك. هناك محاولات وجميلة وجادة ومتميزة قام بها مترجمون، لكن جميع هؤلاء المترجمين الذين ترجموا الشعر، الذين تطرقوا إلى ترجمة الشعر، كانوا شعراء في الأصل. فالشعر لا يترجمه إلا شاعر، وإن ترجمه فإنما هو يؤلف شعرا جديدا مخالفا للشعر الأصلي، لكن يشترك فيه في بعض المعاني، في بعض الإيحاءات. هل هذا يعود إلى طبيعة المجتمع والموسيقى التي خرجت وانبثقت منه؟ هذا يعود إلى طبيعة الشعر. أنا عندما أتحدث عن نقل الشعر، فالشعر هذه قضية أخرى وقضية معقدة جدا، ويظهر فيها التحدي. أنا في رسالة الدكتوراه تناولت بالنقد ترجمة ديوان شعري اسمه ديوان تنفيس، عبارة عن مجموعة من القصائد الماليزية الملايوية التي كتبها أدباء ماليزيون عن القضية الفلسطينية، كيف أن الشعراء الماليزيين هؤلاء تفاعلوا مع القضية الفلسطينية. الشعر كان جميلا، ثم ترجم هذا الديوان إلى العربية، وهنا كانت الفضيحة الكبرى. لا حول ولا قوة إلا بالله. ظهر الفرق الشاسع، ظهر الفساد في الأرض وفي البحر في هذا الديوان. فكان هذا الديوان حقيقة هو نموذج. أنا أشكر حقيقة المترجم، لأنه أعطاني حقيقة مادة خام صالحة للدراسة، أعانني كثيرا في دراستي في الدكتوراه. لكن الترجمة العربية كانت ضعيفة جدا بسبب أن المترجمين لم تكن لديهم مقومات المترجم الشاعر، فخرجت ترجماتهم هزيلة ضعيفة، المعاني مفككة لا طعم لها، لا وزن، لا موسيقى. وكنت أقول لو لم يترجموا هذا الديوان لكان أفضل. إذن كانت ترجمة بأي حالة من الأحوال. نعم. إذن في حالة ترجمة الشعر على يد شاعر، تتحول عملية الترجمة من عملية ذات هدف معرفي أو تنتج ثراء معرفيا إلى ثراء إبداعيا كذلك. صحيح، لأن هناك منتج جديد يعني يثري الحس الإنساني والإبداعي بلغة مختلفة، وهذا يفتح مساحات أوسع للباحثين كما أشرت حضرتك، ليس فقط لدراسة العملية وهي الترجمة، ولكن أيضا دراسة منتج جديد بلغة جديدة وتقنيات. جميل. لأنها مادة جديدة خرجت من الشعر. صحيح. الآن نخرج أعزائي المستمعين في فاصل قصير ونعود إليكم مع البروفيسور مجدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم مرة أخرى مع حوارنا الذي يزداد تشويقا بمرور الوقت مع دكتور أستاذنا الدكتور البروفيسور مجدي حاج إبراهيم، وحول علوم اللغة التطبيقية ودراسات الترجمة. نعود معكم مرة أخرى على أثير IIUM.FM، ومرحبا بك مجددا دكتور مجدي. أهلا وسهلا، استمتعنا كثيرا، ونتمنى أن يكون أمامنا مساحة أكثر من الوقت لنلهل الكثير والكثير من تجاربكم وعلمكم في علوم اللغة والترجمة. أنا أستمتع حقيقة يعني أن أكون معكم حقيقة. النقاش ثري جدا معك بروفيسور. شكرا، تفضل. تحدثنا عن مجالات الترجمة وبعض إشكالياتها أو المناطق الحساسة فيها إن صح التعبير، ولكن رغم كل هذه الإشكاليات والتحديات لا تزال الترجمة لها دور خاص
في تجسير الهوى ما بين الثقافات وما بين المجتمعات المختلفة، ولكن ليس فقط تجسير الهوى ولكن تقوية هذه المجتمعات حضريا. نحتاج إلى أن نفتح هذه المساحة ونتحدث عنها أكثر مع حضرتك من كل الجوانب السلبية والإيجابية. هل الترجمة هي فعلا تجسر الهوى أم ربما يكون فيها نوع من الهيمنة على الثقافة أو تخريب بعض الثقافات أو غزو ثقافي بنوع يعني بشكل أو بآخر إن صح التعبير؟ هذا تساؤل. أيضا يكتفي بهذا التساؤل. أنت تساؤلاتك يا هبة تساؤلات ضخمة جدا، فلا أتحمل تساؤلين. أنا سعيد بهذا أيضا يا هبة. طيب، الترجمة سلاح ذو حدين، يعني بالفعل الترجمة تستطيع أن تجسر بين الشعوب، أن تربط بين الشعوب، لأننا لا نستطيع أن نفهم الآخر دون ترجمة، دون معرفة لغته، دون معرفة ثقافاته. المشكلات التي تحدث الآن بين الأمم والشعوب، الخلافات، هي خلافات ثقافية، هي خلافات منبتها أنني لا أقبل منكم هذه العادات وهذه التقاليد، وأنتم لا تقبلون مني هذا الفعل، وإن كان هذا الفعل في مجتمعي مقبول لكنه في مجتمع الآخرين مرفوض. الحركات، يعني طبعا نحن الآن على الهواء، وإلا فقط كنت أستطيع أن أريكم بعض الأمور المرفوضة مثلا عندنا في ماليزيا. أنا عندما أشير، المعروف في العالم العربي أن نشير بالسبابة. صحيح. نفعل هكذا، أن أضم يدي وأفتح فقط السبابة وأشير. هذا بالنسبة للثقافة الماليزية هذا قلة ذوق، هذا عدم احترام. إذن كيف أشير؟ أشير هكذا، أشير بإبهامي. هذا هو الآن تعدد. أنت الآن في يعني كم سنة الآن في ماليزيا يا هبة؟ هل تعرفين هذا الأمر؟ لا، هذه معلومة جديدة تماما. لكن كان طيب هذا نعم تفضل. هذا الأمر في تركيا. نعم. عندنا في مصر من غير اللائق أن أضع ساق على الأخرى أمام الضيوف أو أشخاص أكبر مني أو والدي، لكن في تركيا هذا تصرف طبيعي تماما. أي شخص يجلس يضع ساقا على الأخرى، ليس هذا استعلاء، ليس هذا تقليل من احترام الآخرين، هذه طبيعة. فكنت أتعجب جدا وأشعر بالحياء عندما يعني أستحي عندما يحدث مثل هذا الموقف، وكان ربما هذا أول مؤشر لهذا الاختلاف الثقافي أواجهه عندما صحيح. سافرت لأول مرة إلى تركيا. ودائما طبعا نحن نتعلم من السفر. نعم. ونتعلم في السفر، نتعلم مع السفر. هذا أسمعه كثيرا عندما يسافر الحجاج الماليزيون مثلا إلى مكة لأداء مناسك العمرة أو صحيح. الحج، يصطدمون بثقافات عربية يرونها مرفوضة. هذا الضوضاء، هذا الحديث الصاخب. صحيح. يعني نجد حوار هكذا ترتفع فيه الأصوات والأيدي، لكن هو حوار عادي. يعني لو نحن في ماليزيا نقول هذا إنذار حرب قد تبدأ ولا تنتهي، هدوء المجتمع. نعم. وكان هناك أستاذ مصري يعني جاء قبل 20 سنة، خرج إلى الشارع ووقف في محطة الباص الحافلة وقال لي هذه أول مرة في حياتي أقف في موقف باص هادي لا أحد يتكلم فيه. سبحان الله. كيف يعني مفارقة. كيف نعرف الآخر؟ نعرف الآخر من خلال الترجمة. هناك عالم أمريكي اسمه كاز جرانت، هو يقول نحن لا نترجم اللغات، نحن نترجم الثقافات. جميل. ومشكلات الترجمة هي كلها مشكلات ثقافية، وإن كنت أختلف معه في ذلك. ترجمة الثقافة هذا أمر مهم جدا، وهناك دراسات كثيرة. يعني يجب أن نترجم الثقافة حتى نذيب هذا الثلج الذي يفصل بين الشعوب، حتى نبني هذه الجسور للتواصل. الترجمة هي السبيل الأمثل لمعرفة الآخر. لكن هل يمكن أن تتحول الترجمة إلى هيمنة؟ نعم، وهذا يحدث. طبعا اللغة القوية هي لغة المجتمع القوي، والمجتمع القوي عندما يهيمن هو لا يهيمن فقط بسلاحه وعتاده ورجاله وقواته، حتى أيضا بثقافته ولغته. يعني تعالوا معنا للمصطلحات هذه التي انتشرت. أنا عندما أقول لكم مثلا الشرق الأوسط، بالله عليكم حددوا لي ما معنى الشرق الأوسط؟ لو قسمنا العالم إلى شرق وغرب، طيب أين هذا الشرق؟ من أين يبدأ؟
وعندما نقول الشرق الأوسط هذا من أين يبدأ؟ نقول شمال أفريقيا، العالم العربي كله يدخل تحت الشرق الأوسط. جميل جدا. العالم نقول شمال أفريقيا هذه تبدأ من مصر وتنتهي بالمغرب، فوق المغرب مباشرة على نفس خط الطول ومسافة زمنية لا تستغرق أكثر من ربع ساعة أو أقل من نصف ساعة حتى أنتقل من طنجة إلى جنوب أسبانيا، وكنت أنا في هذه الرحلة. كيف المغرب هي في الشرق الأوسط وفوقها مباشرة أسبانيا هذه في الغرب؟ طيب أين إيطاليا تقع؟ هذه كلها تقع فوق شمال أفريقيا، لكن هذا هو الغرب. نقول روسيا في الغرب، كيف روسيا في الغرب؟ وروسيا أقصى الشرق، يعني هي تستولي على نصف آسيا لوحدها. فتوزيع غريب، ولكن القصد منه هو تحجيم العالم العربي الإسلامي، هو جيوسياسي بالأساس. لإدماج الكيان الصهيوني داخل، فنقول هذا هو الشرق الأوسط. عندنا مصطلحات غزتنا، والحمد لله هي لم تغزو الـ نقول الثقافة العربية. لا نجد ترجمة لعبارات مثل boyfriend girlfriend في العربية، لأنها أساسا غير مقبولة في الثقافة، لكنها موجودة عندنا هنا في ماليزيا. هل نجد صعوبة في ترجمة هذه العبارة؟ أبدا، عبارة سهلة. لو قلنا boy فتى، girl فتاة، وfriend صديق، يعني الفتى الصديق أو الفتاة الصديقة، الترجمة سهلة، ويستطيع أي مترجم مبتدئ أن يترجم هذه العبارة. المشكلة ليست في صعوبة الترجمة، المشكلة في تبعات هذه الترجمة. عندما تدخل هذه المصطلحات الغريبة المرفوضة التي تعارض الفكر الإسلامي، تعارض الثقافة العربية، حتى لو أتركت الإسلام، يعني العرب فيهم المسلمون، فيهم النصارى، فيهم اليهود، العرب بجميع أطيافهم لم يقبلوا هذه المفاهيم الغريبة. للأسف هناك مجتمعات مثل المجتمع الملايوي قبلوا ذلك وترجمنا هذا عندنا في اللغة الملايوية، فأصبح من الطبيعي أن تأتي مثلا البنت وتقول نعم هذا الفتى الصديق أو صديق الفتى وهكذا بكل بساطة، ويأتي الولد نفس الشيء. إذن الترجمة كان لها أثر أو انعكاس على السلوك الاجتماعي، وليست نعم مجرد ترجمة لمصطلح، هي ترجمة لسلوك. وأيضا يعني إلى تأصيل وتاريخ، انظروا ماذا فعلت إسرائيل بعد أن احتلت فلسطين. غيرت جميع اللافتات، أسماء المدن والشوارع والأحياء كلها أصبحت الآن أسماء عبرية بحتة، لا نجد مصطلحات وأسماء عربية في المدن وفي الشوارع. لماذا؟ حتى يؤكدوا ويقولوا أن هذه الدولة هي دولة يهودية، هي دولة أصيلة ولا مكان للعرب فيها. هنا يأتي دور الترجمة، كيف أن الترجمة هذه يمكن أن 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 تغير في الأفكار، أن تلعب في الهوية، أن تغير التوجهات، أن تقلب الحضارة رأسا على عقب. نخرج في فاصل قصير ونعود إليكم أعزائي المستمعين. مرحبا. عدنا والعودة أحمد مع البروفيسور مجدي، وحلقتنا اليوم Translation Studies Challenges and Opportunities. بروف مجدي، بين الباحث والمسؤول الإداري والأديب والإنسان رب الأسرة، الوالد والزوج وهكذا، كيف تتوزع حياتك وجدولك اليومي والأسبوعي؟ وأين ستجد نفسك أكثر وأقوى؟ ما هو الدور الأكثر تلعبه وأنت فخور به أكثر؟ والله حقيقة هذا هو التحدي، لأن الحياة عبارة عن أدوار، يعني كما قال الفلاسفة اليونانيون، الحياة مسرح كبير، وحتى تستقيم الحياة فيجب أن نحدث هذا التوازن. والمشكلة أن كل بعد من أبعاد الإنسان يحتاج إلى اهتمام خاص، يعني العلم والمعرفة يحتاج بالفعل إلى تكريس جهد، إلى تفاني في العمل. الحياة الأسرية أيضا بناؤها ليس أمرا سهلا، تربية الأبناء
والأصدقاء والأسرة، وأيضا الإنسان الذي يفعل ذلك أيضا هو يحتاج أيضا إلى 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 ساعات لنفسه. فهي حقيقة عملية مجهدة، ولكن طبعا السفينة يجب أن تسير والرحلة قائمة ولا مجال للراحة. البحث العلمي يأخذ مني وقتا طويلا. أنا كنت في السابق عندما كان ابني صغيرا كنت أبدأ حقيقة في البحث بعد أن ينام. أذكر يعني في السنوات السابقة كنت أبدأ عملي بعد الساعة العاشرة، أنتهي الساعة الثانية الساعة الثالثة. كنت في ذلك الوقت يعني شابا وأستطيع أن أتحمل ذلك. ومازلت إن شاء الله. البيت كان صغيرا فما كان يتحمل أن يلعب فيه ابني وأن أكتب وأن أعمل، فكنت أنتهز هذه الفرصة بعد أن ينام تبدأ حياتي العملية. الآن عندي مكتب وعندي غرفة. أجمل شيء في البحث العلمي أنه يتلبس الباحث. هذه الحالة أنا أشبهها بحالة الشعر. عندما أكتب الشعر، الشعر حالة تلبس. نعم. عندما تبدأ القصيدة يعني في الظهور، وعندما نكتب أو أكتب البيت الأول تتحول حياتي إلى جحيم. لا أرى شيئا، لا أتحدث مع أحد، فقط تركيزي في القصيدة التي أريد أن أكتبها، في القصيدة هذه التي تحتاج مني إلى رعاية لتنمو، فرعايتها ليست سهلة. هكذا أجلس، وإن جلست مع الأصدقاء فنصف تفكيري هناك في تلك القصيدة، وإن حاولت أن أنام فنومي لن يكون هادئا. أفكر، أحيانا أستيقظ تأتيني فكرة مباشرة، أجري إلى قلمي وورقي أسجل هذه الأفكار حتى لا تضيع. هذا أيضا يحدث لي مع الأبحاث، هي رحلة أسميها رحلة، رحلة شاقة، رحلة جميلة، رحلة عذاب فيها متعة. لكن لو جمعنا كل المشاعر هذه المختلطة في النهاية أحصل على متعة خاصة لا أدري ماذا أسميها. لا تنتهي هذه الرحلة إلا بعد اكتمال البحث، وقد أقرأ البحث مرتين ثلاث مرات أربع مرات. لا أرسل هذا البحث إلا بعد أن أشعر أنا شخصيا برضا تام، وحتى لو كان البحث ضعيفا في نظر الآخرين هي متعة. وأحيانا أشتاق حقيقة إلى هذه البداية. أنا أعرف نفسي لو دخلت في بحث وإذا تملكني هذا البحث أستطيع أن أنجز. لذلك هذه العلاقة العاطفية، علاقة الحب التي يجب أن تكون موجودة بين الإنسان وعمله، بين الإنسان ودراسته، بين الإنسان وحياته، لولا هذا الحب ما يدوم شيء. دكتور مجدي، حضرتك فاجئتنا في إجابتك لهذا السؤال عندما أشرت إلى أنك حينما يتلبسك ملاك الشعر، لن أقول شيطانه كما قال العرب، إذن فهناك شعر. نعم. أظن من حق مستمعينا في إذاعة IIUM.FM أن يستمعون إلى بعض من هذا الشعر في الحلقات الخادمة إن شاء الله. وأعتقد إحنا الآن على مشارف انتهاء هذا ماذا نسميه، اللقاء الجميل العطر. فأعتقد لا أعتقد أن الشعر يعني وقته الآن. إذن من حقنا خيار بديل. نعم. لابد. فهو أقرب أبحاثك إليك. أقرب أبحاثي إلي، والله حقيقة كل أبحاثي أحبها لأنني أكتبها عن حب، لأنني أعطيها جزءا من حياتي، وقتا من حياتي. فأقرب أبحاثي لي هو البحث الأخير الذي أنجزته. ده أقرب زمنيا. نعم. ما اسمه بروف؟ نعم. اسم البحث الذي كتبته. نعم. آخر بحث حقيقة الآن أصبحت أكتب مع طلابي، أطلب منهم أن يكتبوا وأتابع معهم، لكن في النهاية عندما أخذ البحث كأنني أعيد كتابته. على ذكر طلابك. نعم. ما هي الوصية؟ نعم. التي توصي بها طلابك، ولتكن وصية متعددة الأبعاد، إنسانيا وعلميا وأدبيا. نعم، حتى نختتم هذا اللقاء الجميل والشيق. أنا طلابي هم طلاب اللغة العربية، أعلم أنهم يعني يتعبون في دراستها، خاصة في مجتمع لا يتحدث العربية،
تعلم العربية في ماليزيا متعب لكنه ممكن، والسبيل الوحيد إلى ذلك هو ممارسة هذه اللغة، فأرجو منهم أن يمارسوها. يجب أن نقبل على اللغة حتى تقبل إلينا، يجب أن نبادر نحن حتى نجدها، يجب أن نحبها حتى تحبنا، وهكذا. بهذه الوصية الجميلة ومتعددة الأبعاد كما قالت أختي عزيزتي هبة، نختتم لقاءنا اليوم مع البروفيسور مجدي في برنامجنا اليوم Insight into Research and Publication in the IIUM عبر إذاعة أثير IIUM.FM، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في الأشهر القادمة. وإلى إن شاء الله. مرحبا بكم. مرحبا دكتور مجدي، كان معكم علا بوزير وهبة زكريا. السلام عليكم.